مرحبا بكم. نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات، ونبدأ ساعتنا الأولى في الحرة ليلة من الشمال السوري، إذ قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن تركيا تستعد لشن عملية برية في مدن كوباني ومنبج وتل رفعت، وأضاف أن قواته لا تريد التصعيد مع تركيا، إلى أنه شدد على أنها جاهزة للرد إذا قامت تركيا بالهجوم، مشيرا إلى أن القوات التي تعمل مع التحالف الدولي لقتال داعش أصبحت الآن هدفا لتركيا، وهو الأمر الذي أجبر قواته على وقف عملياتها العسكرية ضد التنظيم حسب تعبيره. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الجمعة أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة دوريات الأمريكية في بلدة شداد جنوبية الحسكة شمالية سوريا. فهل يأتي تهديد تركي في ظل عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية بتوافقات سابقة مع واشنطن وموسكو؟ وهل تمثل الهجمات على مواقع التحالف الدولي بصرف النظر عن من يقف وراءها ضغطا على تركيا لتعديل خططها في الشمال السوري؟ هدوء حذر عاد ليسود مناطق شمال وشمال شرق سوريا بعد ليلة قصفت فيها القوات التركية أكثر من 77 قرية وبلدة ومنشأة مدنية حسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية. بيان قسد أفاد أن قواتها تصدت لعملية تسلل ليلية نفذتها عناصر من فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة تحت غطاء من المسيرات التركية في منطقة زركان بريف الحسكة الشمالي، الأمر الذي أوقع 6 قتلى من القوات المتسللة. في ريف الحسكة قامت قوات سوريا الديمقراطية برفقة قوة من التحالف بعمليات بحث عن مصدر القذائف التي أصابت قاعدة للجيش الأمريكي بمنطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي ليلة أمس. بيان القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أفاد أن قسد وجدت في مكان الإطلاق صاروخا ثالثا لم يتم إطلاقه، فيما وقع الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة ضمن القاعدة الأمريكية من دون أن يتسببا بخسائر. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد عدم استهداف القوات التركية أي قاعدة للتحالف أو مدنيين بالمنطقة، مشيرا إلى أن هدف العملية التركية هي عناصر حزب PKK الكردي المصنف كمنظمة إرهابية. على صعيد متصل بالعملية التركية في شمال سوريا، نفى قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أي صلة للمسلحين الأكراد بالهجوم الدامي الذي ضرب مدينة اسطنبول التركية، وطالب عبدة بتحقيق دولي لكشف حقيقة ما جرى. واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء عملية تفجير اسطنبول بعد أن ألقت القبض على منفذة الهجوم، وكشفت التحقيقات التركية معها أنها أتت وتدربت في سوريا. عبدي أكد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع وسائل إعلام محلية أن الولايات المتحدة وروسيا يعارضان الهجوم التركي على شمال سوريا، مشيرا إلى أن القوات التي تعمل مع التحالف الدولي لقتال داعش أصبحت الآن هدفا لتركيا، الأمر الذي أجبر قسد على وقف العمليات العسكرية ضد داعش. تصريحات عبدي تأتي بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها أن بلاده ستستمر في تأمين شريطها الحدودي مع سوريا والعراق من المسلحين الأكراد رغم كل الاعتراضات عليها من أطراف دولية. وللمزيد من التعليق والنقاش ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من اسطنبول المحلل السياسي حمزة تكين، ومن مدينة القامشلي السورية المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية القيادي في حركة الإصلاح أمجد عثمان، وعبر خدمة سكايب من فرجينيا الخبير العسكري وكبير الباحثين في مؤسسة أولويات الدفاع دانيال ديفيس. أهلا ومرحبا بكم جميعا على شاشة الحرة. أبدأ معك سيد ديفيس، الأمر يتصاعد ولا يبدو أن هناك استجابة لدعوات التهدئة، فكيف ستتعامل واشنطن؟ عذرا لم أسمع السؤال، هل الأمر يتصاعد وهناك تلويح حتى الآن بهجمات برية، فكيف ستتعامل واشنطن مع ذلك الموقف؟ واشنطن معارضة لكل ما يحدث، وكانوا جليين في موقفهم ومطلبهم بأن لا تقوم تركيا بهذه العمليات،
وأن هنالك وحدات تمثل التهديد للولايات المتحدة والقوات التحالف. الولايات المتحدة ترى بأن قسد ليست جزءا من هذه المجموعات الإرهابية التي قال بأنها قامت بمثل هذه الاعتداءات داخل تركيا. ولا يهم ما يحدث، لطالما اعتقد أردوغان بأن هذا ما حدث سيستمر بهذه العمليات وسيستمر بإثارة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، وعلينا أن نرى ما سيحدث في الأسابيع والأشهر القادمة. سيد حمزة، الهجمات التي استهدفت قوات التحالف في الأيام الماضية، ما تأثيرها على الخطط التركية في شمال سوريا؟ يعني سيد الكريم، دعني أقول واضحا أن الخطط التركية في الشمال السورية مستمرة وفق ما هو موضوع وتم وضعه من قبل القيادة السياسية والعسكرية في أنقرة. مهما كانت التطورات في الشمال السوري، فإن القرار في أنقرة متخذ باستمرار العمل العسكري الجوي والبري ضد تنظيم PKK الإرهابي المعروف بتنظيم قسد. هذا التنظيم الذي قتل وهجر يعني مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ها هو فجر مجددا في قلب إسطنبول، قتل مدنيين، قصف قبل أيام مدرسة في غازي عنتاب التركية، راح ضحية ذاك القصف 3 شهداء بينهم طفل. وبالتالي من واجب تركيا اليوم أن تستمر بعملياتها العسكرية لتطهير المناطق في الشمال السوري. مهما كان الدعم العسكري المقدم لهذا التنظيم ومهما كانت القوة التي يدعي أنه يتمتع بها، فإن الجيش التركي اتخذ القرار بتنفيذ العمل العسكري البري. نحن أمام لحظات أخيرة قبل إطلاق العمل العسكري البري التركي. كلنا نعلم أن العمل العسكري الجوي مستمر حتى في هذه اللحظات التي نحن نتحدث فيها. الطائرات التركية تستهدف مواقع هذا التنظيم الإرهابي. من المتوقع أن تجتاح الدبابات التركية مناطق عدة في الشمال السوري في أي لحظة، مهما كان موقف روسيا ومهما كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية. سيد أمجد عثمان، كيف ستتعاملون مع هذا السيناريو وما الذي خالفتموه في الاتفاقات مع واشنطن وموسكو في المنطقة؟ مساء الخير. حقيقة هناك اعتداءات كبيرة تمت من الجانب التركي خلال الأيام الماضية. نحن في البداية ما يهم هو أنه هناك كارثة إنسانية تتعرض لها المنطقة عبر هذه الاحتلال، عبر هذا الاحتلال والاعتداءات التركية. سيكون هناك موجة كبيرة من تهجير المدنيين وخصوصا من أبناء المكون الكردي في المنطقة. هناك استهداف للبنية التحتية الخدمية بشكل واضح، منشآت خدمية، مشافي، منشآت نفطية، محطات كهرباء. هناك حقيقة محاولة من الجانب التركي لإحداث خلل خدمي فيما يتعلق بالمدنيين، وأيضا إحداث خلل أمني. أما بالنسبة لكيف سيتم التعامل، هناك الآن اتصالات تجري مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، المتدخلة في الشأن السوري، في مقدمتها الجانب الأمريكي والجانب الروسي. كذلك هناك مخاطر كبيرة تهدد أمن المنطقة. يعني بالنسبة لما أشرتم إليه من شروط، على سبيل المثال استهداف مخيم الهول الذي يبعد أكثر من 100 كيلومتر عن الحدود التركية. ما الهدف من استهداف مخيم الهول وزعزعة أمن هذا المخيم؟ لماذا محاولة أطلاق سراح هؤلاء العناصر الخطرين حقيقة، الذين هم بحاجة إلى حل دولي للبدء في مصيرهم؟ مخيم الهول يضم 60,000 شخص من عائلات تنظيم داعش. سأذهب بسؤال لسيد ديفيس. سيد ديفيس، سألتك عن موقف واشنطن، لكن كيف تنظر إلى موقف موسكو وغيرها من الدول المتفاعلة مع الملف السوري من هذا التصاعد؟
لا أعتقد أن كل ذلك يصب في مصلحة أي شخص، وطبعا تركيا ستفعل ما تريده، تقول بأنه في مصلحتها الوطنية، ولكنه لا يخدم مصلحة أي دولة أخرى في المنطقة. رؤية كل ذلك يستمر، فلكل هذه الأمور عندما تحدث تبعات وتداعيات، وسنرى كل هذه التداعيات تظهر في الأسابيع القادمة عندما تتخذ موقفا صلبا ولن تقوم بغلق الحدود. لا يمكن أن تسيطر تماما على الحدود، ولكن كلما قمت بضربات ستأتيك ضربات مضادة، وهذا سيزيد من تهديد النشاط الإرهابي وتركيا كذلك ضدها. فرأينا ذلك في عقدين من الحرب الدائرة هناك، هذا ما ستراه تركيا. سيد حمزة، مسألة استهداف مخيم الهول تكررت في الأيام الماضية، ما الدافع وراء هذا الاستهداف من الجانب التركي؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي دليل أن تركيا استهدفت. تركيا لا تستهدف المدنيين، سجل تركيا ناصع في هذه النقطة. التنظيمات الإرهابية هي التي ثبت أنها استهدفت العديد من المخيمات سواء في الشمال السوري أو الشمال العراقي، وبالتالي من غير المقبول اليوم أن نسمع تنظيرات من تنظيمات إرهابية وقادة تنظيمات إرهابية في هذه النقطة. من يدعي من هؤلاء الإرهابيين أن تركيا اليوم ستهجر مئات الآلاف من الشمال السوري بسبب عملياتها العسكرية، ربما تناسى أن العمليات العسكرية التركية السابقة هي التي أعادت مئات الآلاف من السوريين إلى قراهم ومدنهم، ربما تناسى أن تنظيم قسد الإرهابي هو الذي هجر 400 ألف مدني كردي الآن يعيشون على الأراضي التركية، مهجرين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم قسد الإرهابي. هؤلاء أكراد وهجم وهربوا من هذا التنظيم الذي يدعي أنه تنظيم كردي، وبالتالي تركيا اليوم على العملية العسكرية المقبلة ستؤمن منطقة آمنة حيوية فيها المنشآت الخدمية التي تخدم المدنيين السوريين من عرب وأكراد وتركمان، والتنظيم الإرهابي نهايته في نهاية المطاف أمريكا ستبيع هذا التنظيم الإرهابي لمصلحتها ولمصلحة العلاقات الاستراتيجية مع الجانب التركي. ربما الآن هناك خلافات مع الجانب الأمريكي بين تركيا وأمريكا، ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية برأيي ستقدم مصلحتها مع دولة عظمى كبرى كبيرة اقتصاديا وعسكريا في المنطقة كتركيا، وستبيع مجرد شرذمة من التنظيمات الإرهابية، وبالتالي ستكون أمريكا قد استخدمتهم لأجل مصالحها وتقويت علاقاتها مع الجانب التركي. الأيام المقبلة حبلى بتطورات عسكرية كبرى من الجانب التركي. تركيا لن تستمع لأي قوى في العالم وستقدم على عمليتها وستجتاح مناطق عدة في الشمال السوري تطهيرا من التنظيمات الإرهابية ولإعادة المدنيين السوريين وحماية أمنها القومي وحدودها من هذه التنظيمات الإرهابية. كل العالم شاهد هذا التنظيم يقتل المدنيين عندما يفجر في قلب اسطنبول في شارع مدني، فهل هذه هي مقاومة؟ فهل هذا هو الدفاع؟ عندما يتم قصف مدرسة في غازي عنتاب، هل هذا مقاومة؟ هذه صورة حقيقية لوجه هذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي تركيا اتخذت قرارها بعمل عسكري شامل وواسع ضد هذا التنظيم في الشمال السوري. سيد أمجد، كيف تنظرون إلى موقف النظام السوري من هذا التصاعد وهذا التهديد التركي بإكمال هذه العمليات العسكرية؟ في بعض الوقت لو سمحت. بداية أنا لا أود أن أرد على أي وقاحات يعني تأتي في سياق التصعيد نفسه الذي يجري. التفجير الذي حصل في اسطنبول حتى الآن لا يوجد إثبات حول اتهام طرف كردي بالقيام بهذا التفجير. إذا كان الأتراك واثقون فليشكلوا لجان مستقلة للتحقيق، فلتشارك المعارضة التركية في التحقيق في تفجير اسطنبول، فلتكون هناك لجنة دولية تشارك في التحقيق. هذا محض افتراء، هناك محاولة للاستثمار في هذا التفجير واستغلال هذا التفجير الذي يعلم الجميع من يقف خلفه ومن يخدم أصلا يخدم السياسات التي تجري الآن في المنطقة ومحاولات نشر الفوضى. استهداف مخيم الهول واستهداف سجن في القامشلي أيضا يضم عناصر خطرين لتنظيم داعش، يعلم الجميع من استهدف هذا السجن.
وحقيقة ليست المرة الأولى، في عام 2019 أيضا عندما احتلت تركيا مدينة رأس العين تم استهداف سجون تنظيم داعش، وأيضا التخطيط لعملية سجن غويران قبل أشهر من الآن تم التخطيط لهذه العملية في مدينة رأس العين تحت نفوذ الاحتلال لكن سيد التركي. أمجد لو عدنا إلى سؤالي، ما موقف النظام؟ تفضل. بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، اسألني عن موقف روسيا سيكون أفضل. روسيا اليوم هي طرف فاعل في القضية السورية. روسيا اليوم لديها التأثير على موقف حكومة دمشق أيضا. نحن اليوم نراقب الموقف الروسي الذي يبدو أنه كان رافضا لعمل بري، لكن يبدو أنه روسيا أيضا تحاول الاستفادة. هناك مصلحة مشتركة اليوم بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وما يود من تصدير للأزمة ومحاولة تحويل شمال سوريا إلى صندوق انتخابي. يبدو هذا أيضا يحقق بعض الأهداف للجانب الروسي، خصوصا فيما يتعلق بالضغط على الإدارة الذاتية لفتح نقاش مع دمشق. الإدارة الذاتية أصلا كانت وما زالت منفتحة على النقاش مع دمشق، ولكن بهدف الوصول إلى حل، إلى تسوية، إلى حل سياسي. لاحظ أنت في اجتماع أستانا الأخير كان واضح أنه البيان الذي صدر عن أستانا عبر عن مصالح الدول الضامنة، لم يعبر عن مصالح الشعب السوري، لم يناقشوا الحل السياسي في أستانا، ناقشوا فقط الوضع الأمني. وهذا ما يجعلنا واثقون من أن الدول المتدخلة وفي صيغة أستانا حتى اللحظة غير قادرة على إيجاد حل يخدم السوريين وقضية السوريين، وإنما هناك يعني نقاشات أمنية وتحقيق للمصالح التي أحيانا تصل إلى حد الاستعصاء، ما يعني أننا بحاجة إلى حل سياسي. سوريا بحاجة إلى حل سياسي. ليس على الأطراف الإقليمية أن تستمر في تصدير أزماتها إلى دول الجوار. انظر ماذا يجري في العراق وماذا يجري في سوريا، ستعرف أنه هناك محاولة لتصدير أمجد. الأزمات الداخلية. سأذهب لسيد دافيس. الآن الجانب التركي ينتظر موقفا من الولايات المتحدة، والجانب من قوات سوريا الديمقراطية ينتظر موقفا من الولايات المتحدة. فما سيناريوهات الولايات المتحدة في الأيام المقبلة؟ سنرى ماذا يحدث. لقد كان جون كيربي اليوم موقدحا الموقف الجلي جدا ضد ما يحدث في سوريا، ولا سيما في المناطق التي تتواجد فيها القوات، عناصر القوات الأمريكية، فهذا يعرض قواتنا للخطر، والولايات المتحدة تأخذ كل ذلك على محمل كبير من الجد. وطبعا هناك تعاطف أيضا مع بعض المواقف التي تسمى بها الأكراد، فما حدث مروع ويجب إدانته إدانة واضحة، ولكن عليهم أيضا أن يتوخوا الحذر كيف سيردون. فأن نقول باستهداف كل الأكراد في سوريا، فأنت تستهدف أشخاص ليس لهم أي علاقة بكل ما يحدث، ويكون هنالك ردة فعل، فهذا لن يساعد تركيا في نهاية المطاف. الولايات المتحدة طواقة بأن لا ترى تصاعد أكثر للأوضاع، ويريدون لتركيا أن تؤمن على تركيا، ولكن لا تريد أن ترى أي من هذا التوتر يؤثر على القوات الأمريكية في سوريا. سأبقى معك سيد دافيس. ما المتوقع أيضا إذا ما بدأت العملية العسكرية البرية التي يشير سيد حمزة إلى أنها مسألة ساعات؟ هذا سيشكل مشكلة. الولايات المتحدة ستواجه تحديات وقرارات دبلوماسية حساسة للغاية، فهذا سيعرض عناصر قواتنا هنا في ربما أيضا في وضع خطير جدا. قد يكون هنالك اعتداء على القوات الأمريكية، وطبعا
الولايات المتحدة تحت ظروف مماثلة تعرضت للكثير من الضغوطات، وقيل آنذاك بأنهم تخلوا عن حلفائنا الأكراد. فعلى الولايات المتحدة أن ترعى مصالحها، ونحن سنكون في واشنطن في موقف صعب جدا، ولكن يتعين حماية القوات الأمريكية. من فرجينيا الخبير العسكري وكبير الباحثين في مؤسسة أولويات الدفاع دانيال دافاس، ومن القامشلي المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، ومن اسطنبول المحلل السياسي حمزة تكين، شكرا جزيلا لكم جميعا.